تحياتي للمتتبعين قناة مصطفى لوك. صراحة مبروك وألف مبروك على المنتخب المغربي للنتيجة اللي دار. صراحة تشكيلة نورمالمنتي نجحت 80% حتى 75%، مع أن الهدف المسطرة هي تحققت بالحق. باقي المنتخب ما دخلش في المونديال، باقي ما دخلش مزيان في المونديال صراحة. إذا كنشكر وليد الركراكي على الثقة ديالو في الخطة ديالو، الثقة ديالو في الاستراتيجية ديالو، وصراحة كنرفعو شابو نزياش مجهود اللي عدل الديفونس مزيان كلها. صابيري اللي كدابيس، صابيري عبد الرحيم صابيري كيف رد ذاته كواحد من المشكلة الرئيسية في المنتخب، لأنه كيعطي تنوع. حنا هادشي اللي كنحاولو دائما ندافعو عليه في تشكيلة المنتخب المغربي، وانتوما كتعرفو خص ضروري خصو يكون تنوع. بالي الشبكة معترك ماشي بضروري اللعب الكلاسيكي توصل المهاجم هو يعدل، نو، خص الكرة توصل للشبكة إما بالتشوطيس وإما بلي باس قصار وإما بلي سونتراج وإما بالأخطاء شي فالطاس ينزلوا اللي كيتشوطو. عندنا معطى قوي صابري، وحنا عرفناه من باريو ديال تشيلي بانه متميز. صراحة كنت كنفضل يكون شوفو في التشكيلة مع املاح، لان اوناحي باقي ما دخلش في المونديال، اوناحي باقي ما دخلش ونتحدى اي واحد. اوناحي اللي كنعرفو ماشي هو هذا باريو ديال بلجيكا، ماشي باريو، خصو شوية بشوية فهمتي. ما خصوش يدخل في بريمير بيت موتو، ما يدخلش من الاول، خصو يدخل من الثاني. ما 4 ساعات ملي تكون غالب عاك باش كيدخل هو بشويه بشويه، ملي كتكون كره في يدك عاك كيدخل هو بشويه بشويه في الاجواء ديال المونديال. لا هو لا الحمد لله تا بدا كيفرد الدات ديالو، يعني الا جاتو كره راه كيتيري باليمين بالشمال وكذا. ما علينا، تحيه الرايه المغربيه وبرافو اي مغربي. والاجواء كانت اكثر من رائعه البارح من طنجه. كنتمناو من الجمهور ديالنا، وتبت عدة حوادث، وكنتمنى ان الجمهور المغربي شويه او شويه علينا او صاحبي تحتفل وتمشى تقتل راسك ولا تقتل صاحبك، حيت شفنا شي مظاهر في طنجه انكريب اللي ما قدرتش نصورهم صراحه. كاين الناس اللي ماجي في الطوموبيلات راكبين على الطوموبيلات برا، راكبين فوق الطوموبيلات ولا فوق الكابو، وكاين واحد اللي كيلي زرقو اللي طاحو، فهمتي كيفاش. وهادشي هذا راه خطير، بنادم يفرح بعقلو. وهادشي اللي شفناه في بلجيكا صراحه هذا راه كيزيد غا في فرنسا، كيزيد غا في العنصريه. حنا مغاربه كنفرحو صافي، كيما تالا الماتش تالت الفرحة صافي، نادم كيفراح بأن إذا كيوجد راسو الماتش اللي جاي، بيرو بلا خسائر ولا بلا ما لفتو الانتباه بأن حقا سيرتو في أوروبا راهو ما عاملين عليك العنصرية المطلقة، لا في هولندا لا في بلجيكا لا في إيطاليا لا في المغربي غير مرغوب فيه. ما علينا، حنا نتمنوا ان شاء الله خير من منتخب مغربي. باقي لنا دابا بارديدو، ما نهضروش على بارديدو ديال الميريكان، بيرو صراحه عبد الرحيم صابر بدا كيفرد ذاته بقوه. وناحي باقي ما دخلش في المونديال. شكرا بكرا الحكيم زياش كيخدم بالذكاء ديالو، عارف معطيات اللي عنده وكيحاول يلعب جون ثاني كنقول في المستوى. الحارس كنشكر الحارس بونو اللي انتبه بانه ماشي كان عيان وخرج وكانت عنده جرأة ودخل محمدي. شابو محمدي جديد، ما خافوش على الشبكة.
وفرحوا دابا دابا نفرحوا، ما هضرة لا حتى شي حاجة، نفرحوا عباد الله. فيفا المغرب، ديما مغرب، تحياتي للجميع وتمام جميع الجالية المغربية في العالم. تفرح من حقها، تفرح بمنتخب بلادها بلا عقل وبلا حلاوة، صافي، بلا عغوة، بلا عوافي، بلا تهراس، بلا تحياتي، بلا ما نخلطوا المواضيع مواضيع في مواضيع، خليوناها في الكرة والروح الرياضية ياكوا. تحياتي لكل مغربي متواجد في بقعة العالم. فيفا مغاربة، فيفا جمهور، راه بلا بيكم راه لعبتوا واحد الدور مهم بزاف صراحة. كنتمنى الجمهور يزيد يتوافد، والجالية العربية حتى هي دافع على المنتخب ديالهم. و شابو، برافو برافو برافو، تحياتي. هي لعبتي مع اسبانيا، اسبانيا شنو باش تخلي لنا جو مصر المانيا سي نورمال اللي عندهم فهمتيني الذي واكب كنظن بلجيكا شي فريق يلعبوا على زياش، زياش راه في المستوى هو اللي طلع الكيف صراحه صغير يكون صغير في المستوى ديك الكولا يا سالي كنت متوقع انتينا انما علاش الدراري تقدر تتوقع منا باي حاجه لان ما الدراري في شكل بورتيرو كي جاك بورتيرو يا سلام روعه 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 خلعت الجول اللي فيه علاش غندخل وصلنا الى عام 2019 ولد البلاد راه ولد البلاد وكيتقاتل على الضرب حسين وراه شي حاجه كتكون ولد البلاد راه سينو حتى شي حاجه في النتيجه ما عمرها توقع وقعت في كاس العالم ما عمرها وعلاش وعلاش ما نقدروش نديو كاس العالم تحياتي من الأمل ديال المغاربة وأي مغربي في أي مطار فهو كيحمق على المغرب وفيفا مغرب ديما مغرب وتحياتي.